ولكن أنتم تجدون أن المسلمين منذ أكثر من 1000 عام يختلفون في كيفية الوضوء. بعض المسلمين يمسحون أرجلهم في الوضوء، وبعض المسلمين يغسلون أرجلهم في الوضوء، بعض المسلمين يمسحون على الخفين، وبعض المسلمين لا يمسحون على الخفين، بعض المسلمين يصلون وهم متكتفون، وبعض المسلمين يصلون وهم مسبلون، بعض المسلمين يصلون على السجاد، وبعض المسلمين يصلون على التربة. الاختلاف في الطهارة، الاختلاف في الصلاة التي هي عمود الدين، الاختلاف في الحج، الاختلاف في المعاملات، الاختلاف في قوانين الأحوال الشخصية. إذا قال لزوجته أنت طالق بدون شاهدين عادلين، هذه قضية أعراض، قضية مهمة. فهل تكون طالقا؟ بعض المسلمين يقولون نعم، تذهب بعد انتهاء العدة وتتزوج شخصا آخر، وبعض المسلمين يقولون هذا الطلاق باطل لأنه ما كان هنالك حضور لشاهدين عادلين. إذا طلقها ثلاثا قال لها أنت طالق ثلاثا، فهل تبين هذه المرأة عن زوجها؟ أم يحل له أن يعود إليها؟ اختلاف من أول الفقه إلى آخر الفقه. الأخطر من ذلك الاختلاف في العقيدة. العقيدة تمثل البنية التحتية التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية. في العقيدة أكو اختلاف، هل تؤمن بالجبر أو تؤمن بالتفويض؟ هنالك خلاف، كثير من المسلمين يعتقدون بالجبر، الله يجبر عباده، وهنالك جماعة يؤمنون بالتفويض، وهنالك الكثير من المسلمين يؤمنون بالأمر بين الأمرين. الاختلاف في قضايا الألوهية، الاختلاف في قضايا النبوة، الاختلاف في قضايا المعاد، هذه الاختلافات كثير منها ينشأ من نقطة واحدة، وهذه النقطة هي نقطة الغدير.